لابد أن احتراما مني لهذا المجلس لابد أن أعرض عليه ما هو متاح في كرة القدم وأعرض اسم المدرب. كون اسم المدرب يتسرب من أحد أعضاء المجلس وهو ما أشك فيه يعني، إنما قد يصدر اتجاهات أو كان وقع حد يقول تخمينة أو حد يقول حاجة. الحالي أكتر من 20 أو 25 اجتماع. كويس كويس، ما بنعلنش عنهم وما بنعلنش تفاصيلهم، لأن احنا تعودنا في النادي الأهلي دايما جوانا نتكلم حتى لو اختلفنا جوه القاعة بتاعتنا أو جوه مجلس إدارة، ما نطلعش بقرارات كل واحد قال إيه، احنا نطلع بالقرار مجلس إدارة. اي فريق فهو في فريق في العالم بيفضل يحصد البطولات طول عمره يا استاذ لميس؟ مانشستر يونايتد، ريال مدريد. الا يطمح محمود الخطيب في منصب رئيس النادي الاهلي مستقبلا؟ احنا نطمح النادي الاهلي دوت بامانه الله يعني اطمح النادي الاهلي ده يكون احسن نادي في الشرق الاوسط. يعني اجابه اعتقد شامله وفيها. انا جات لي رساله بس عايز اقولها لك دلوقتي. اتفضل. ان احنا اكتسحنا بطولات السباحه كلها السنه دي. طب هاي الحمد لله. يعني ما في 26 هو حضرتك ما كنتش عارف في 26؟ لا انا كنت ناسي. ما انا مع لا يعني انما في 26 النادي الاهلي مش عارف يا استاذ لميس هو اكتسح في 26 لعبه رئيس النادي الاهلي. ليس انت متخيله انه عدلي باشا كان عارف جميع الالعاب اللي في النادي الاهلي دي؟ انت متوقع الحاجات دي؟ فعندي يمكن بعض الردود عليها. نعم يعني طبعا ده سؤال كويس، سؤال حقيقي كنت متوقع السؤال ده. عشان كده انا يعني في الارقام ما بتكذبش. النادي الاهلي الحمد لله وكره القدم بالذات، كره القدم في خلال لو كلم على ميزانيه بقى كويس من يوم 30/6/2001 اهي قدامنا ما شاء الله مجهز لنا يعني كل 30/6/2001 لغايه 30/6/2004